اذا بتقول لي انت الزائر هنا بيجي يعمل ايه؟ بيخش من الباب ده بيعمل ايه؟ هو سيدنا في الاول خالص لما شهدائنا جم الكنيسه كانت الشبابيك النوافذ بتاع الكنيسه فوق كانت عاديه، فلا ده شهدائنا عظماء جدا، فلازم ان احنا نعمل حاجه حلوه. يا ابونا شيل كل الشبابيك دي وعمل قزاز معشق بصور الشهداء ال21. جميل. بعد كده على طول ابتدينا نعمل النصب التذكاري ده. فالناس اول ما بتدخل مش متوقعه جمال الشهداء واللي عملوا انبا بفنوتس في الكنيسه، فبتبتدي تدخل تاخد بركه الشهداء النصب التذكاري، وبعد كده تدخل على المزار تتبارك برفات شهداء مصر بليبيا ال21. وبعد كده بتطلع طبعا في بانوراما سيدنا عاملها، بسبب ان في ناس كتير بتسال ليه عاملين كده ليه عاملين كده، فسيدنا قال عشان نوفر على الناس عملنا بانوراما بكل القصه بتاعتهم من اول الخطف لغايه الساعه اللي احنا فيها دلوقتي. بعد كده بيدخلوا الكنيسه فوق ياخدوا بركه الكنيسه. في مكتبه فيلميه؟ في ايه؟ مكتبه فيلميه، يعني في الافلام بتتذاع؟ طبعا احنا عندنا مكتبه هنا. كل ما يخص الشهداء في المكتبة. جميل. واحنا واهل الشهداء بيقول لك؟ طبعا احنا قريبا في فيلم الشهداء مصر بليبيا. طبعا. بايه ايه قصته؟ بيحكي كل القصة اللي هم مروا بيها. هنا انتاج الكنيسة؟ ان شاء الله يعني بنعمة ربنا. بتشغلين عليه؟ احنا شغالين على كده يعني. شغالين عليه. بنعمة ربنا. وفي الذكرى دي التالتة ولا الرابعة؟ دي الستة. الستة. في جديد هتقدموه؟ هل يعني هل في حاجه معينه انتم بتعدوها؟ هو بالزبط. احنا عشان كورونا الدنيا وقفت كل حاجه. فسيدنا هيصلي معانا العشيه بالليل، عشيه العيد، والعيد يوم الاثنين يوم 14 بالليل اللي هو يوم الاحد، والعيد 15. اعتبرتوه عيد؟ طبعا. اصبح عيد، احتفال عظيم جدا. وقداسه البابا الانبا تودروس الثاني جعل هذا اليوم عيد لكل الشهداء الاقباط في العصر الحديث. جميل جدا. في يوم رسمي طبعا. اسر الشهداء بيجوا لكم هنا؟ طبعا. احنا بنعمل لهم اجتماع كل يوم ثلاث. بسبب ان يعني في حته ان زوجات الشهداء سنهم صغير خالص، يعني اللي باباها سابها وهي حامل، في شهيد ما شافش بنته حاجه صعبه، فابتدي سيدنا انبا بفنوتس مهتم بيهم جدا جدا، والاجتماع ده سيدنا بيبقى عارف عنه كل حاجه. بنعمل لهم اجتماع كل يوم ثلاث عشان حاجاتهم وطلباتهم والكلام ده كله. يعني بيسد كل احتياجات. بيجي هنا عرايس كتير خالص والله. في النهارده في تكليل يعني. طيب.